بالتأكيد هاجي معاك لمحمد صلاح اللي كانت بداية تألقه وتوهجه في الكالتشو في اس روما ومع فيورنتينا طبعا من قبله. بس خليني الأول أسألك عن رأيك في مباراة امبارح اللي كانت مفاجأة مخيبة لأمال عشاق المنتخب الإيطالي، التعادل المخيب للأمال أمام أيرلندا الشمالية. إزاي شفت المباراة دي وليه إيطاليا ما نجحتش في التأهل مباشرة لكأس العالم؟ تعادل مخيب للأمال، لا صفقة التعادل، لأن الإيطاليين كانوا ينتظرون شيئا أكثر من ذلك. أنا لا أقول أن إيطاليا كانت تريد أن تتأهل بسهولة، لكن نحن نتحدث عن بطل أوروبا وهذه النقطة السيئة في هذا الأمر. في تقديرك، وكثير من الناس بقت بتشوف ده بعد إشادة كبيرة جدا بمانشيني وكتبته بعد ما حققوا لقب يورو 2020، في مفاجأة خلينا نقول إنها ما كانتش حاجة متوقعة. البعض بيرى إنه تحقيق لقب يورو 2020 كان بمثابة صدفة، تتفق ولا تختلف مع الرأي ده؟ لا لا لا، هذا أمر غير مقبول، لأن إيطاليا وريبورتو مانشيني قدموا أداء رائع في الأمم الأوروبية، لكن بعد العودة من الأمم الأوروبية وتحديدا مباراة أسبانيا، لويس إنريكي بعثر أوراق مانشيني. ما الذي حدث من وجهة نظرك؟ 7 ماتشات لعبها المنتخب الإيطالي، فوز في 2 وخسارة في مباراة وتعادل في 4 مباريات، وانتقادات كبيرة جدا موجهة لمانشيني. للأسف بعد انتهاء بطولة الأمم الأوروبية ودخول روبرتو مانشيني وإيطاليا مباراة قبل النهائي أمام أسبانيا في سان سيرو، هذه المباراة كشفت لنا الوجه السيء لروبرتو مانشيني. لا أقول السيء ككلمة سيء، ولكن الوجه الآخر، لأن روبرتو مانشيني بعد هذه المباراة أصبحت ليس لديه بعض الحلول. هذه المباراة قادت على منتخب إيطاليا.